راجل اهو لسه بجمع قاعدين شويه مديره ده هو بيعمل حديد ده وشك الله ينور الله ينور الله ينور فول صباح العسل الله يخليك الله يخليك طول بالك نزل بقى كرت يا عم اتصورنا عم تضرب السلام عليكم اي ارفع النت يا ريس اهم علي النت اي 13 الخلفيه بقى كده السلام عليكم اللقاء مع الباشمهندس عصام الكرام مدير الاداره الزراعيه بسيوب بالنسبه لحضرتك يعني كلم الساده المزارعين برضه عن توريد الارز وكده يعني الكلمه للساده المزارعين طبعا توريد الارز ده واجب قومي واحنا في ظل الازمه العالميه للعالم كله بيعاني من ازمه الغذاء بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي اكله مش من فاسه قراره ما يجباش من راسه فده واجب قومي واجب وطني واجب وطني انا عندي الحمد لله الرز يعني الانتاجيه لحد ما السنه دي في ارتفاع عن معدلات الانتاج العاديه طبعا احنا وصلنا هنا مصر يعتبر المركز الاول في انتاجيه وحده المساحه من الرز هعتبر ان انتاجيه الفدان 4 طن رز انت هتدي 42 كيلو لكل جرات من عندك يعني بمعدل طن رز لكل فدان فيتبقى لك 3 طن ونص اعتبر انك انت هتاخد نص طن لاولادك يتبقى 2 طن ونص بيعهم في السوق الحر بكده في العائد الاقتصادي هيبقى مجزي وبعدين الدوله وفرت لك الميه وفرت لك الاسمده المدعمه وفرت لك الاستشارات الفنيه عن طريق مراكز الارشاد الزراعي واقسام الارشاد الزراعي في الادارات المختلفه فجي الدور علينا ان احنا نسدد جزء من الديون اللي علينا لبلدنا مصر فرجاء من كل الاخوه المزارعين يهتموا ويجيبوا الطن على كل فدان او 42 كيلو على كل جراط لان بلدنا ان ما نهضناش بيها مش هنستنى حد تاني ينهض بيها ومعروف عن ان المصري الوطنيه جياشه وبتختلج في قلبه وفي صدره وفي ظل الازمات بيبان معدن المصري الاصيل زي ما بان بعد 67 وتكاتف مع الجيش وتكاتف مع الدوله وعبرنا من جسر الهزيمه لجسر الانتظار وباذن الله هنعبر الازمه الاقتصاديه بسواعد المصريين وبجهودهم طبعا الفلاح المصري طول عمره هو المنتج والفعال من ايام الفراعنه هو سله غذاء العالم وان شاء رب العالمين هو الفلاح اللي هيكون السند والدعم الواقي لبلده بامر الله. طب وحضرتك المزارع وهو جاي الشونه يعني بيوزن المحصول بتاعه؟ المزارع بيوزن المحصول بتاعه ويجي تؤخذ نسبه الرطوبه عنده انا في استثناء النهارده لغايه 16% رطوبه 16% هخصم 2% من الوزن 15% هخصم 1% 14% رطوبه ما بخصمش حاجه طبعا هنا اللجنه 12 اللي عند الرز بتاعك 12.5% والله ال 12 هو بحد ادنى 14% 12% انت راجل محترم يعني مفيش خصم يعني مفيش خصم طبعا على الاطلاق وكده انت راجل محترم و يعني بتراعي ربنا في العمل اللي بتعمله وده هيرجع لنا مرة تانية من خلال البطاقات التموينية وإخواننا اللي ساكنين في المدن ما عندهمش أرض زراعية يضمنوا أن يوصل لهم الجزء اللي يساعدهم على الحياة أو العيش طب ساعتك بعد ما المزارع بيورط بعد المزارع ما بيورط هنا بتتاخد نسبة الرطوبة بيتم